بغداد فرحة، بغداد تبتسم، صوت الرصاص يسمع مدويا في أرجائها، لا لقتل الأبرياء في الشوارع والأزقة، وإنما فرحا ببطل آسيا الكروي المنتخب الوطني العراقي. عناوين وأخبار، نشرات وتفصيلات في كل الفضائيات أسمعها، والحسرة عليك يا بغداد تقتلني. إيه يا بغداد يا عاصمة الحب والسعادة والجمال منذ ألف ويزيد من السنين، إيه يا بغداد كم تألمت وكم صبرت حتى بات فرحك خبرا يفاجئ الجميع، وقد اعتادوا عليك الحزن والدمع والدم. إيه يا بغداد، لأجلنا، لأجل حاضرك وماضيك العتيد للغد، افرح اليوم ودعي عنك الدموع. لأجلنا يا بغداد لا تتألم. من بغداد إلى جاكرتا، من عمان إلى دبي، إلى القاهرة، إلى بيروت، إلى ديترويت، مرورا بلندن وجنيف وباريس، الفرح العراقي الغامر بأسود الرافدين مستمر، والرافدان هم دجلة والفرات. وهل يخفى عنا مجرهما وقلبنا لهما الممر؟ والأسود هم أحفاد ذلك الجد البابلي، الآشوري، السومري، الخالد الذي جسد الخلود العراقي بمسلة للقانون، وأسد يعلو الخصم بزهو تاريخي. ولكن هل كان يدري ذلكم الجد، ولعله لا يدري، أن أحفاده سيرفعون اسمه كرويا في آسيا كلاعبين مهرة غزوا العقول والقلوب قبل البدن، ولسان حالهم يقول: أيا غمامة اذهبي حيث شئت، فإن خراجك عائد إلي حتى ولو أمطرت فوق جاكرتا أو كوالالمبور أو بكين، وكيف لا، فنحن لها، نحن أسود الرافدين.